أناب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لحضور المباراة النهائية على كأس جلالته لكرة القدم والتي أقيمت بين فريقي نادي المحرق والنجمة بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة. وقام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتتويج فريق نادي النجمة بالميداليات الذهبية وكأس المركز الأول بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق المحرق بركلات الترجيح، فيما سلم سموه لاعبي فريق المحرق الميداليات الفضية. وبهذه المناسبة أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن اعتزازه بإنابة جلالة الملك المفدى أيده الله للمباراة النهائية للكأس، مشيدا في ذات الوقت بالدعم الكبير الذي تحظى به الحركة الرياضية والشبابية من قبل جلالة الملك المفدى، مؤكدا أن اهتمام ورعاية جلالته تعتبر الدافع الأكبر والأبرز لتحقيق الإنجازات باسم المملكة. وأشار سموه إلى حرص جلالة الملك المفدى على الارتقاء بكافة منظومة الحركة الرياضية في مملكة البحرين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لضمان مشاركتها القوية في مختلف البطولات الرياضية وتحقيق الإنجازات باسم المملكة، مشيرا سموه إلى أن التطور الذي تعيشه كرة القدم البحرينية يمثل شكلا من أشكال الازدهار الرياضي الذي تعيشه المملكة بفضل رعاية جلالة الملك المفدى أيده الله واهتمامه بتطوير الرياضة. وهنأ سموه فريق نادي النجمة بمناسبة فوزه ببطولة كأس جلالة الملك المفدى لكرة القدم، مؤكدا أن هذا الفوز جاء عن جدارة واستحقاق بعد أن قدم الفريق مستويات متميزة طوال مباريات المسابقة أهلته إلى تحقيق اللقب الغالي، معربا عن خالص تهانيه إلى مجلس إدارة النادي برئاسة عيسى القطان على هذا الإنجاز الكبير، مشيدا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة والمستويات الباهرة التي قدمها لاعبو الفريق في المباراة النهائية. كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمستويات الطيبة التي قدمها فريق المحرق طيلة مباريات المسابقة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح في المسابقات الكروية المقبلة، ومشيدا سموه في ذات الوقت بالحضور الجماهيري المتميز الذي ساند فريقي المحرق والنجمة وكان مثلا للأخلاق الرياضية والروح العالية والتشجيع المتميز. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة الخليفة على التنظيم المتميز للمباراة النهائية لمسابقة كأس جلالة الملك المفدى، مشيدا بجميع الجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية في سبيل إخراج هذا الحدث بشكل متميز.